السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عامر منصور معاكم، بتكلم من زوري. النهاردة الموضوع هيكون كروي شوية، يعني بالنسبة لبطولة أفريقيا. مبروك للزمالك وللأهلي، الحمد لله الدنيا هديت. أكتر واحد طبعا زعلان هو مارك زوكربيرج بتاع الفيسبوك، لأن الفيسبوك هدي، مفيش مشاحنات ولا كلام يعني كده خارج عن النص يعني. طيب دلوقتي احنا بالنسبه للزمالك والاهلي، وصولهم طبعا ده جميل جدا. انا كنت متوقع تعادل الاهلي والحمد لله تعادل، والزمالك كنت برضو متوقع ان هو يجيب 1-1 بس، لكن الزمالك قفل الماتش وعرف ياخد اللي هو عاوزه. ممتاز جدا، الاثنين ممتازين. طب احنا دلوقتي هنقابل اثنين من المغرب، هنقابل الزمالك والاهلي بتاع المغرب، ودي اول مره تتعمل بطوله افريقيا من ماتش واحد. هي مش اول مره على فكره، هي اتعملت قبل كده في الستينات، اللي هي النهائي من ماتش واحد. طيب بالنسبه لينا احنا كمصريين دلوقتي، مش بتكلم بقى على اهلي ولا زمالك، دلوقتي بنتكلم على مصر. مصر ما طلبتش تنظيم النهائي، هو ماتش واحد. انا شايف ان دي خساره يعني. الله اعلم هل اتحاد الكره ما كانش واثق في الزمالك والاهلي ان هم هيوصلوا للدرجه دي او للبعد دوت. وحتى لو الزمالك والاهلي لا قدر الله ما وصلوش، هيبقى عندك فرقتين والجمهور ممكن يجي. هنا الكلمه بقى الجمهور هيبقى العدد قليل جدا. خلينا صراحه، احنا الدول العربيه كلها مش دول اغنياء، مش اغنياء زي اوروبا والمسافات قريبه مننا، لا المسافات بعيدة. هما 3 دول اللي طلبوا تنظيم النهائي. يعني مثلا الكونفدرالية هتتلعب في المغرب، ادي اول حاجة. خلاص المغرب مقدم عليها ووافقوا لهم. المغرب مقدم تاني لبطولة افريقيا النهائي، وعنده فرقتين في النهائي، ومصر عندها فرقتين في النهائي او قبل النهائي. يعني في فريق ممكن واحد مصري واحد مغربي يوصلوا، ممكن 2 مغاربة يوصلوا، ممكن 2 مصريين يوصلوا. دي كوره، كل حاجه يعني متوقعه فيها. طيب تونس طلبت التنظيم في رادس، والمغرب في استاد محمد الخامس على ما اظن، وفي الكاميرون. طب احنا كمصريين لو النهائي بقى مصري والاتحاد الافريقي قال لك يتلعب في الكاميرون، عشان مثلا ايه الجمهور زعلان مثلا في المغرب او في تونس، الترجي لسه خارج من الزمالك، ويبقى فيه فرقتين مغربيين مثلا، لو قدر الله مثلا واتغلبوا مثلا، هيبقى الاثنين مصريين، هنعمل ايه؟ هروح نلعب في الكاميرون بقى. طب احنا بقى كمصريين كفانس جمهور زمالك واهلي هيروحوا بطيارات، انت متوقع قد ايه؟ مثلا هنقول مثلا 500 ل 1000 فرد مثلا لكل فريق. طب السعر هيكون قد ايه؟ لا تقل عن $500 التذكره، بالاقامه مثلا اذا كنت هتقعد يوم واحد وهترجع بالطيران وكده، وده على ما اظن مبلغ قليل لان الكاميرون بعيده. طبعا الطيران بقى بيحسب بقى الكيلومتر ومش عارف ايه موال تاني، لازم يبقى فيه ديل بقى يعني مع شركات السياحه. بس مهما يكون الاستاد مش هيتملي، احنا مش هنروح الكاميرون مثلا، هنعمل ايه؟ طيب احنا كده مفيش حد فيكم فكر ان الزمالك والاهلي ممكن يوصلوا النهائي؟ طيب اتحاد الكوره لو سمحتوا، انا معرفش ده يعني ممكن تعملوا ديل مع مستر احمد في حاله وصول الزمالك والاهلي للنهائي ان شاء الله. انا اتمنى يكون مصري طبعا، انا مصري بتمنى يكون النهائي مصري، والمغربي طبعا بيتمنى ان النهائي يكون مغربي طبعا، كل واحد بيشجع فرقته، ده حق طبيعي لاي جمهور من كل النوادي. ممكن نعمل ديل مثلا مع الاتحاد الافريقي والاتحاد الاسيوي مثلا، ان لو في حاله وصول الزمالك والاهلي للنهائي يتلعب في الامارات. انا بتكلم على ديل يتعمل مع الاتحاد الافريقي
ودولة الإمارات، ويا ريت نكون في أبو ظبي عشان نمسح اللي حصل في الفينال بتاع السوبر كاب. هناك المصريين كتير والاستاد هيتملي وهتعمل مسدس كويس فلوس يعني، لأن لو عملت التذكرة مثلا من 50 ل 100 درهم مثلا، العملية ملحوقة هناك يعني، ممكن مش بالصعبة يعني. فده اللي أنا بطلبه منكم عشان نريح الجماهير ونعرف نتفرج على ماتش كويس. طب في حالة وصول الرجاء والوداد، المغرب مقدم، ممكن يلعبوا في المغرب، مش هشحطه بجمهوره بقى وراه يوديه تونس أو يوديه الكاميرون. اتحاد الكورة الحالي أو اللي جاي يا ريت يكونوا شباب يعني، يكونوا شباب، وبالشرط تكون لعيب كورة عشان تمسك إدارة منشأة، بالشرط ده كلها تعليم وإنفورماتيكا وبرامج بتنظم لك الكلام ده. إن إحنا من دلوقتي، أيوة إحنا في مارس 2020، نقدم من دلوقتي على الفينال بتاع السنة الجاية اللي هو هيكون في مايو، وعلى ما أظن هيكون بعد العيد. الكونفدرالية هتكون قبلها، وبعد كده الشامبيونز ليج بتاع الأفريقيا. اتحاد الكرة من دلوقتي يطلب تنظيم بطولة الفينال، هو ماتش واحد. ما شاء الله عندنا ملاعب ممتازة، فنادق ممتازة، الاتحاد الأفريقي أصلا هو مقيم في القاهرة، وتبقى تتنظم بطريقة كويسة. نعمل ديل مع شركات مثلا هي بتبيع السيارات أو ثلاجات أو غسالات أو حاجات زي كده، بحيث تتوزع على الفانس يعني، اللي يروح الماتش ممكن يكسب حاجة. والحاجات دي بتعمل في كل حتة، لأن الحاجات دي بتتخصم من الضرائب، أنت مش بتديله عربية يعني كده وخلاص، لا دي بتتخصم من الضرائب حضرتك يعني، مثلا عربيتين أو ثلاثة، موتوسيكل اتنين، تلاجة، أوضة نوم، يعني أي جوائز تتعمل للجمهور بحيث تشجع الجمهور إن هو يملى الاستاد بمنظر حضاري. والملعب دلوقتي بالكراسي بالألوان منظره بقى شيك جدا، حاجة تشرف يعني. فياريت نعمل الديل دوت عشان احنا كده مش هنعرف نستمتع بالفينال لو الزمالك والأهلي لعبوا في تونس. تخيل أنت كم واحد هيروح لهم من مصر، هنقول 2000 بني ادم. طب الملعب ممكن يبقى فاضي، او ممكن يجي لك جماهير تشتم الاثنين من البلد المضيفه. ما انت مطلع تونس ومطلع المغرب مثلا، هيجي يتفرج عليك ليه؟ ليه يعني عشان ايه هيتفرج عليك ليه؟ احنا مش ريال مدريد وبارسا يعني، احنا عرب سليم، احنا بنلعب في قاره افريقيا. فانا مش عارف انتوا ازاي نسيتوا ان انتوا تطلبوا تنظيم البطوله، غريب. اصل دي حاجه ما تتنسيش، اصل دي بطوله بتتعمل كل سنه. وبعدين احنا لازم بقى ايه نعرف ان الفرقه دي برضو هتقابلها السنه الجايه. ما خلاص الدنيا بانت، الدنيا دلوقتي بانت، الفرق القويه باينه معروفه، مين ومين اللي بيوصل. في ساعات بيبقى حصل لهم باد لك بيطلعوا، بس السنه الجايه انت جاي، هتطلع الاول او الثاني في بلدك، هتخش بطوله افريقيا. حتى الكونفدريشن كاب اللي احنا كسبناه السنه اللي فاتت كان قوي جدا، ده في فرق جامده. ما بقاش يعني بطوله هي صفيح والكلام ده، لا ما فيش كلمه صفيح وكاس ومش عارف ايه، لا عندنا منه كتير، لا دي بطوله بقت جامده. انا اتمنى ان بيراميدز ياخدها والله، ويقابل الكسبان بعد كده اذا كان زمالك او اهلي، المهم يبقى البطولتين مصريين يعني. فاتحاد الكرة يا ريت تشدوا شوية وتشوفوا حل بسرعة، لأن اللي خلاص احنا داخلين على مايو يعني، قدامكم شهرين والمطوشة هتبقى في رمضان، كل سنة وانتم طيبين، يقعدوا علينا وعلى جميع المسلمين يا رب، وأبو العرب كلهم بالخير بالخير. فيا ريت تتحركوا تعملوا حاجة، لأن مش هيبقى لذيذ الفينال كده لو اتعمل في دولة ومفيش جمهور. ما فيش فينال شفته يعني من غير جمهور صراحة يعني. وإن شاء الله لحد شهر مايو يكون وصلوا علاج للفيروس كورونا ده إن شاء الله يعني. بتمنى يعني إن اتحاد الكرة ياخد الموقف ده، وإن شاء الله يبقى يتحرك إن شاء الله.
ويا ريت كمان يبقى في دم جديد. انا الاستاذ عمرو الجناني شفته هنا لما كان جانا مع الزمالك في 2010، انسان ظريف وانسان جميل وانسان محترم جدا، انسان كويس وبيعرف يتكلم وانسان ذوق بجد يعني. فيا ريت يعني ما نحملش عليه قوي يعني، لان هما متعينين سنه ومعاه تيم ورك حلو على فكره يعني، معاه تيم كويس. فربنا يوفقكم تقدروا تحللنا المشكله دي، لان انا كتبتها على الفيسبوك كذا مره، انا حاسس كده ان الناس مش واخده بالها من الموضوع ده. ده لازم تلاقي له حل بسرعه، لازم، لان لو الفينال ده لو كنا احنا مقدمين واتوافق علينا كنا هنلعب الفينال في مصر. انا بتمنى طبعا ان الزمالك والاهلي يوصلوا الفينال ويتعمل ماتش واحد، واللي يكسب نقول له مبروك. فيا ريت تتحركوا والله يرضى عليكم. تحياتي ليكم من زيورخ عامر منصور، سلام عليكم.